احنا اليوم في الدورة السادسة عشرة ديال معرض الفلاحة. هاد الدورة السادسة عشرة كتعني النجاح ديال معرض الفلاحة في مكناس، لأن مهما كيتزادوا السنين والأمور كتحسن سنة على سنة، هذا كيبين الإقبال ديال الناس لا من ناحية العارضين ولا بالنسبة للزوار. هاد السنة عندها خاصية جديدة وهي استضافة 70 دولة أجنبية، وهذا افتخار كبير للمغرب. وهاد الدول الأغلبية منها دول من إفريقيا جنوب الصحراء، اللي التعليمات ديال سيدنا ولا المجهود الكبير اللي خدا خطوة ديال جنوب جنوب وخطوة ديال رابح رابح اللي تاقوا فيها المغاربة، تاقوا فيها الدول الإفريقية وتاقوا في القدرات المغاربة، لأن إفريقي في وسط إفريقيا ماشي هو واحد جاي من قارة واحدة أخرى عند الأفارقة اللي ما كيفهموش وماشي قراب عليه وماشي نفس الثقافة. اللي خلاو الدول الإفريقية تقوف المقدورات ديال المغاربة كاملين في جميع الميادين، وكاين شراكات وكاين عمل اللي الحمد لله الشركات المغربية دابا ولاو متواجدة وبقوة في دول كثيرة، وللأبناك المغربية اللي كتسهل العملية التجارية بين بلادنا وبين الدول الإفريقية، ولا حتى السياسات ديال بلادنا ديال الموانئ اللي كبيرة اللي كتخلي العلاقة التجارية بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا، والناس دابا العالم كله كيشوف إفريقيا بأنها هي المستقبل، هي لو كونسوماتور، ولكن عندهم فكرة غالطة للقارات الأخرين. حسبهم مازال بالهم بأن إفريقيا بأنهم ما قاريينش ما فاهمينش بأنهم غير هادي يستهلكوا. أفارقة وعاو وتاقوا في المغرب، لأن المغرب ما كيجيش يقول لهم أنا نبيع لكم، كيجي يقول لهم أنا نديروا شراكة بيناتنا ونزيدوا القدام كاملين، نطوروكم نتطوروا كاملين، نعلموكم كيفاش. والتقارب الثقافي والمعرفي خلى الأفارقة يتقوا في هذه البلاد. داكشي علاش كنشوفوا التطور من سنة لسنة، والأمور الحمد لله مع حتى السياسات ديال بلادنا، السياسة الخارجية اللي في مستوى عالي، خلات بلادنا ماشية في هذا الاتجاه والطريق المستقيم. هو دابا الحمد لله كاين وفرة، وخير دليل على داك الشيء هو الثمن اللي ولا ثمن جد مناسب اللي قدر ما يغطيش تكلفة الإنتاج. هذا كيعبر على الوفرة الحمد لله ديال المنتوج ديالنا في بلادنا، اللي حس بها المستهلك وعرف وصل له الميساج بأن البيض ما يمكنلوش يوصل له أكثر من درهم الحجم الكبير، وفرحان به. وحنا حوتاني كنعملوا باش إلا بغينا نبقاو كاينين ودائما كنزودوا السوق الوطني، خاص لازم تكون واحد نسبة ديال الأرباح عند المنتج باش يقدر يستمر، لأن عنده مصاريف، عنده مسائل اللي تكلفة اللي كان لي اليومية ديال هذا، خاص كل لازم واحد نسبة الأرباح باش يبقى كيزود السوق. ما بغيناش نعاودوا نفس التكرار ديال سنوات اللي كان فيها ديبيرت كبار اللي أثرت سلبا على المنتج وتعكس داك الشيء على المستهلك المغربي، باش وصل له الثمن ديال البيض توصل بدرهم و70 ودرهم و80 اللي حنا ما كناش راضيين عليها. هو الحمد لله دابا كاينه الوفره، ودائما كنعرفوا بان الثمن كيحددوا العرض والطلب. مهما كاينه الوفره راه الثمن هذا يبقى في متناول الجميع، ومهما كاين خص يكون دائما كي قلت لك خص يكون واحد النسبه ديال الارباح باش دائما المنتج يبقى ماشي في المسار ديالو باش يقدر يوفر المنتوج في بلادنا.